السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل، الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. حفيد ماتت أمه في حياة جدته الأم. ماشي. فجدته ترث أمه السدس. صحيح. ثم ماتت جدته. طبعا سمعنا من حضرتك إن ما هو شرعا لا يجب أن يرث لأنه ليه أخوال وخالات. نعم صحيح. لكن القانون المصري حاطط حتة الوصية الواجبة. أنا أعرف عارف إيه القانون الوصي. هنا مولانا لما نيجي نوزع بقى التركة بعد وفاة الجدة، هو هنا نصيبه هينقص عن خالاته بنصيب جدته في أمه، أليس ذلك صحيحا يعني؟ أو حضرتك تشرحها لي أو تفسرها لي. أفسر لك إنه الحفيد ليس له أي شيء. طب احنا لما سالنا في الازهر والازهر لازم دون حتى فتوى مختومه، فيعني كيف نقضي؟ الازهر لا يستطيع ان يخالف نظام الدوله. انا اعلم ذلك يعني. انا بسال فضيلتك كيف نقضي في الامر يعني؟ ماذا تقضي؟ تقول لهم يا جماعه ليس لكم ميراث، فاذا اصروا قل خذوا ميراثكم واثمكم على انفسكم. تريد ان تسامحهم سامحت، ما تريد ان تسامحهم قل لهم لن اسامح وانتهى الامر. بتكلم بقى جزاكم الله خير، بتكلم عن اللي هو الموضوع التاني ان هو هياخد ميراث، كيف احسب له ميراث؟ اللي اسال غيري عن المجوزين لاخذ الميراث. لا اعينك على باطل. السلام عليكم. وياكم.